كمل عني محاضرتنا لهذا اليوم. ناخذ هسه انواع البارابوليك سيمتريكال كيرف. قلنا عندنا نوعين، النوع الاول هو الكريست والنوع الثاني هو الساقه. لو نشوف هذا الرسم الموجود عندنا، نبدي من جهة اليسار، عندنا أول شيء ميل صاعد موجب، والميل الثاني هو الجي وان الميل الأول، الميل الثاني هو الجي تو هو ميل نازل، مربوطة بيناتهم ببارابوليك كيرف. الشكل الثاني هو ميلين اثنيناتهم صاعدات، اثنيناتهم ابغريد. الميل الاول زائد 5 مثلا، هنا اعطينا مثال، والميل الثاني زائد 1، بس بشرط انه يكون الجي 1 اكبر من الجي 2. قلنا نبدي دائما من جهة اليسار، اول ميل هو جي 1، الميل الثاني هو جي 2. الشكل الثالث للكريست هو الميلين نازلات داون جريد، يكون الجي 1 أقل من الجي 2. بالامتحان جاتيك أحد هذه الأشكال، مثلا أنت رسمتها بس تريد تسوي دبل تشيك، أو أنت نسيتها بالمحاضرة ما تتذكر هذا كريست لوساد، فعندك شيء يبين لك أنه هذا كريست أو ساق، اللي هو الأي. الأي هو الفرق ما بين الميلين جي 2 ناقصا جي 1. من يكون سالب معناته البارابوليك كيرف هو كريست. أيضا عندنا الآر. الآر هو معدل التغير بالميل. من يكون سالب معناته عندنا كريست. نجي على أنواع الساق. قلنا نبدي من جهة اليسار، جي 1 هنا سالب، الربط ويا جي 2 موجب، أو جي 1 سالب وجي 2 سالب، بس جي 1 أكبر من الجي 2. انطينا مثال عليها، ناقص 5 جي 1 ناقص 1 جي 2. الشكل الثالث هو اثنيناتهم موجبات. احنا اعطينا هنا مثال زائدا 1 للجي 1 زائدا 5 للجي 2. هاي الاشكال طبعا، ويكون المفروض جي 1 اصغر من الجي 2، يعني الواحد اقل من الخمسة. هذه الاشكال الثلاثة مال الساق ايضا على مود بالامتحان تسوي دبل تشيك، المفروض يكون الاي اللي هو الفرق ما بين جي 2 والجي 1 يكون موجب، والآر كذلك يكون موجب. الآر هو قلنا معدل التغير بالميل. هنا عندنا شكل، عندنا أرض طبيعية صاعدة نازلة، اقترحنا ميلين الجي 1 والجي 2، ربطنا بيناتهم ببارابوليك كيرف. طول الفيرتيكال كيرف رمزنا له بأو، من بداية الكيرف إلى نهاية الكيرف. نجي هنا على هذا الشكل، عندنا الأكس أكسس هو دائما يكون بالستيشن المحطات، الواي أكسس يكون بالأمتار، يعطيني الارتفاعات. عندي هذا البارابوليك كيرف اللي هو بدأ بنقطة الأو انتهى بنقطة البي، هو سيمتريكال، ف مقسم إلى جزئين، كل جزء طوله L على 2. المنتصف مال البارابوليك كيرف هو نقطة الـ V، واللي هو نقطة التقاء المواسين الـ G1 والـ G2. طول الكيرف كله هو L. في بعض الأحيان
يطلب منك يقول لك أوجد لي مثلا شقد ارتفاع أعلى نقطة بالكيرف، شقد الإليفيشن مال أوطأ نقطة بالكيرف، أو يحدد لك نقطة ويقول لك أوجد لي الإليفيشن مالتها. هسه هاي إن شاء الله كلها راح ندرسها هسه بالمحاضرة بالفيديو إن شاء الله الجاي. فالأكس هي ينطيني المسافة الأفقية، الواي ينطيني المسافة العمودية. في نقطة الفي عندي المسافة ما بين نقطة الفي وما بين الكيرف هي إي، وعندي مسافة ثانية هم أنها تساوي إي من الكيرف إلى الخط الممتد ما بين بداية ونهاية الكيرف. هسه رح ناخذ المسافة إلى أعلى وأوطأ نقطة بالكريست والساق كيرف. مثل ما قلنا عندنا هنا مماسين اللي هي جي 1 والجي 2. رح نبدي من جهة اليسار، عندنا نقطة البي في سي. البي في سي هي نقطة بداية الكيرف. اللي هي point of vertical curve. نقطة ال PVT هي ال point of vertical tangent اللي هي نقطة نهاية الكيرف. التقاء المماسين اثنيناتهم يكون في نقطة ال PVI point of vertical intersection. طول الكيرف كله من نقطة ال PVC إلى نقطة ال PVT هو L. من بداية الكيرف من نقطة الـ PVC إلى نقطة الـ PVI عندك المسافة L على 2. مثلا راد المسافة إلى أعلى نقطة بالكيرف. أعلى نقطة بالكيرف هي موجودة جوا الـ Y، هي هاي أعلى نقطة موجودة بالكيرف، فالمسافة إلها هي مسافة الأكس. وهسه راح ناخذها بشكل مفصل، بس هنا بس اريد اول شيء اراويكم الشكل مالتها على مود تشوفوها. مثلا هنا أنا ايضا عندي قلنا نبدي من جهه اليسار جي 1 وعندي جي 2، هاي الميلين بي في سي، هذا مختصر ثاني لنقطه بدايه الكيرف. عندنا اما بي في سي أو عندنا BVC اللي هو beginning of vertical curve، بداية الكيرف. PVI point of vertical intersection نقطة التقاء المماسات. EVC هي end of vertical curve. شوفوا low point عندنا موجودة قريبة من end of vertical curve نقطة EVC. فأيضا في بعض الأحيان يقول لك أوجد لي أوطأ نقطة أو elevation مال أوطأ نقطة، ايضا راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره. عندنا هنا ايضا هذا شكل جديد يوضح لك انه يقول لك احتمال اوطأ نقطه تكون بدايه الكيرف. نقطه beginning of vertical curve هي صايره اللي هي البي في سي، هي صايره اوطأ نقطه بالكيرف، والباقيات نفسها مثل البقية. عندنا جي 1 الميل الأول، جي 2 الميل الثاني، التقاء المماسات بنقطة الـ PVI، نهاية الكيرف الـ End of Vertical Curve. أيضا هذا شكل لاخ يوضح لك يقول لك صايرة إيش قد المسافة اللي حاطين عليها 2 question mark، إيش قد المسافة لنقطة المينيمم، فصايرة هذه أوطأ نقطة بالكيرف. هسه رح نجي على شو قوانين الـ Vertical Alignment. عندنا distances
are measured horizontally and vertically. يعني المسافات بال vertical alignment نقيسها مسافة أفقية ومسافة عمودية. نرجع أفقي وعمودي. يعني نشوف إيش قد المسافة الأفقية وإيش قد الارتفاع بيها. نرجع مسافة أفقية وإيش قد الارتفاع بيها. Rate of change in slope with distance is constant. معدل التغير بالميل مع المسافة هو R. الE هي قلنا المسافة من point of vertical intersection نقطة تقاطع المماسات والcurve. هاي هي نقطة الE. L هو length of vertical curve يقاس horizontally أما بالأمتار أو بالستيشن المحطات. الستيشن الواحدة يرمزوا لها بالرمز ST تساوي لي 100 متر. كل واحد ستيشن يرمزوا لها بالرمز 1 زائدا صفرين. الجي 1 والجي 2 هو الميل الموجودة أو سلوب للتانجنت مماسات الكيرف. جي 1 من يكون موجب أو العفو جي من يكون موجب إذا هو أبجريد، الجي من يكون سالب إذا هو داون جريد. الأي هو الألجبريك ديفرنس إن جريد، هو جي 2 ماينس جي 1 مطلق. الآر هو ريت اوف تشينج ان جريد بير ستيشن، قلنا معدل التغير بالميل مع الطول. هنا لكل ستيشن او لكل 100 متر واللي هو يساوي الاي على الال. الاي اللي هو قلنا الجبريك ديفرنس ان جريد على الال طول الكيرف. بي في سي هي point of beginning of vertical curve أو point of vertical curvature أو نقدر نرمز لها بال BVC بدال ال PB. PVI هي ال point of vertical intersection. PVT هي ال point of vertical tangency أو end of vertical curve. أحيانا يرمزوا لها EV end of vertical curve EVC. دلتا الواي عندنا هو ال difference in elevation بين التانجنت والكيرف. دلتا الاي difference in elevation في نقطة ال PVI. الاكس هو ال horizontal distance in station من اي الاكس يقيسوها من نقطة ال PVC او من نقطة ال PVT الى ال required point. الواي هو ال elevation of point on curve جد المنسوب مال النقاط على الكيرف.